يحوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. جوف ظلمات ثلاث سطعت كما النور المبين، سبح الكون معه لمن علا وأبدع، فالتقى ما أرواه في قلوب المتقين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين. لا إله إلا الله، ما لنا سواه، قالها كل الدعاء عن جميع المرسلين. جاءوا بالتوحيد غاية ورشادا وهداية، نورها في كل آية في طريق العابدين. قالها في بطني حوت يونس الهادي الأمين، نجيته من غمي وكذلك تنجي المؤمنين. في ذلك الوقت كانت بذرة الشجرة المجهولة التي ألقت بها الرياح على الجزيرة ما زالت موجودة. يا ربي، لقد تعبت وسئمت العيش وحيدة في هذه الجزيرة المنعزلة التي لا حياة فيها. كل البذور رفيقتي نمت وأصبحت أشجاراً يافعة، منها شجرة التين، ومنها شجرة الزيتون، ومنها شجرة العنب. أما أنا فلم أنمو بعد، ولا حتى عرفت نوعي. لم أعرف سأكون أي شجرة من الفاكهة أو الخضروات، ولماذا جئت إلى هذه الجزيرة بالذات؟ أوحى الله إلى بذرة الشجرة أن تصبر قليلاً، وأنها بعد وقت قصير ستنمو بسرعة كبيرة، وربما تكون أفضل من كل الشجرات التي سبقتها في النمو. كيف ذلك وقد نمت الشجيرات قبلي؟ أوحى الله إلى البذرة أنه على كل شيء قدير. أريد إذن أن أعرف، عندما أنمو سأصبح أي شجرة؟ أوحى الله إلى البذرة أنها ستصبح شجرة جديدة على الأرض، تحمل نباتا جديدا لم يظهر من قبل، سيساعدها في مهمتها التي ألقاها الله على الجزيرة من أجلها. مهمة؟ أجئت أنا إلى هذه الجزيرة من أجل مهمة محددة؟ أوحى الله إلى البذرة أنها جاءت من أجل مهمة عظيمة سيكلفها الله بها، وعليها أن تؤدي الأمانة على وجهها، فهي أمانة ستشرف بحملها وستدخل التاريخ بها. بلغني أنكم تبحثون عن العبد الصالح يونس بن متى.
تقصد نبي الله يونس؟ أنبي هو؟ والله ما كنا نعرف ذلك عندما استهمنا لإلقائه في البحر. ألقيتموه في البحر؟ اشتدت العاصفة وهددت السفينة بالغرق، فاضطررنا لتخفيف حمولتها وإلقاء ما بها من بضاعة وأمتعة. ثم ماذا بعد؟ بقيت حمولة السفينة ثقيلة، فاستهمنا لرمي أحدنا في الماء 3 مرات، والقرعة تصيب يونس في كل مرة. سبحان الله! وهل ألقيتموه في البحر فعلا؟ لا والله، هو الذي ألقى بنفسه ورفض أن نضحي بأحد غيره. يا حبيبي يا نبي الله! هدأت العاصفة بعدها، ولكن خشينا أن نواصل رحلتنا فنتعرض لعاصفة أخرى، فآثرنا السلامة وعدنا إلى الشاطئ. ونبي الله يونس؟ بحثنا عنه قدر استطاعتنا، ولكننا لم نعثر على جثمانه. أو مات نبي الله يا روبيل؟ مهلا يا عمة، إنه نبي وإنه في عصمة الله. لابد أن تصل هذه الأخبار إلى الملك سنحريب، ربما يستطيع إنقاذه لو كان حيا. يونس ألقي في الماء؟ بل ألقى بنفسه يا مولاي. كيف ذلك؟ أمات نبي الله؟ لم يمت يا مولاتي، لقد رأيته في المنام، قال لي إنه ما زال حيا وسنلتقي قريبا. عساها تكون رؤيا جميلة وتتحقق قريبا يا عمة، فلا أتصور أن يموت يونس عليه السلام قبل أن يعرف أننا جميعا قد آمنا به. أيستطيع مولاي أن يبحث عنه وينقذه من خطر الموت؟ بالطبع، سأرسل من يبحث عنه يا روبيل، لو كان على البر فسيأتونني به إن شاء الله. ولو كان في البحر؟ ستكون مهمة صعبة يا عمة، وربما مستحيلة. يا حبيبي يا نبي الله، لقد دعوت لنا سابقا فأنجيتنا من محن كثيرة، فمن يدعو لك الآن في محنتك؟ ندعو له جميعا يا مولاتي، كما دعونا الله منذ يومين فنجانا من الهلاك. نعم، نصعد إلى الجبل ثانية وندعو الله على قلب رجل واحد، ونتضرع إليه أن ينجي نبي الله يونس من خطر الموت غرقا. ثلاثة أيام وأنت في بطني يا نبي الله، 3 أيام لا آكل ولا أشرب وأصبر على الجوع والعطش، حتى لو مت جوعا وتعبا، المهم أن تحيا أنت. يبدو أنها المهمة التي خلقت أنا لها، وسأموت من أجلها. وكما أوحى الله إلى الحوت أن يبقي يونس سليما في بطنه، فقد أوحى إليه في اليوم الثالث أن يلفظه من بطنه إلى خارج البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. استقر يونس هناك على الجزيرة الرملية التي تعيش فيها بذرة الشجرة المجهولة التي أوحى الله لها أنها ستكون شجرة مباركة يخلدها تاريخ البشرية. يا الله، من يكون هذا؟ هذا هو نبي الله الذي خلقت أنا من أجله؟ الآن قد انتهت مهمتي وبدأت مهمتك أيتها الشجرة. في ظلك الآن نبي من أنبياء الله.
كتب الله له النجاة من الغرق، وربما يكتب له الشفاء والعودة إلى قومه ليسعد بإيمانهم به، وليواصل رسالته التي بعثه الله بها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن يونس نبي الله. مات الحوت؟ نعم يا حمزة، مات بعد أن أدى المهمة التي خلقه الله من أجلها وأنقذ سيدنا يونس من الغرق، فأصبح أشهر حوت في تاريخ البشرية. وسيدنا يونس؟ خرج من بطن الحوت مريضا بين الحياة والموت، فظللت عليه شجرة اليقطين التي كانت بذرة ملقاة على الجزيرة تنتظر مهمتها هي الأخرى. وهل ستنقذ اليقطينة سيدنا يونس من المرض كما أنقذه الحوت من الغرق؟ هذا ما ستعرفه غدا إن شاء الله. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من غمه وكذلك تنجي كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكسيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. اغفر ذنوبنا الكثيرة واجبر قلوبنا الكسيرة، يسر أمورنا العسيرة واجعلنا ربي صالحين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كل كرب كي نكون شاكرين. يا غافرا لكل ذنب وقابلا لكل توب، كشفت عنا كي نكون شاكرين. لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين. قالها في بطن حوت يونس الهادي الأمين. نجيته من غمه وكذلك تنجي المؤمنين.